ناس كتير بتشتكي اما بتيجي تحرك رقبتها بتسمع صوت طقطقة او تزييق او خرفشة في الرقبة، والحقيقة المشكلة دي ليها اسباب كتيرة. في فيديو النهاردة هنعرف ايه هي الاسباب دي بالتفصيل، وازاي نقدر نعالج المشكلة دي وصوت الطقطقة ده يقل. يلا بينا. السلام عليكم، معكم دكتور احمد هيكل، برحب بيكم في فيديو جديد. الرقبة بتاعتنا بتتكون من 7 فقرات عنقية بيبقوا تحت بعضيهم. الفقرات دي من ورا بتعمل مع بعضها مفاصل اسمها فاسد جوينت. المفاصل دي لو فيها مشكلة هتعمل صوت طقطقة او طرقعة في الفقرات، وطقطقة الفقرات دي ليها اسباب كتيرة. اول سبب هو تكون فقاعات من الهواء داخل المفاصل دي، والمفاصل دي لما بتكون جواها غازات او فقاعات الهواء دي، اما انت بتيجي تتحرك الفقاعات دي هي اللي بتعمل صوت الطقطقة. ودي مثلا زي ما انت تجيب كفين ايدك كده وتقوم ضاغط على ايدك بالشكل ده، الحركة دي كده بتفرغ الهواء اللي موجود في ايدك، فتيجي تعمل مرة واحدة تسمع صوت الطرقعة. ده برضو اللي بيحصل في المفاصل، وده بيحصل في فقرات الرقبة في الفاسد جوينتس. اما انت بتيجي تلف رقبتك او تحرك رقبتك، ده بالظبط اللي بيحصل، بيقوم فقاعات الهواء او الغازات اللي موجودة داخل المفصل دي هي اللي بتعمل صوت. والسبب ده مفيش فيه اي خطورة ولا حاجة. في ناس بتبقى طبيعة جسمها كده، تلاقي اغلب المفاصل بتاعة جسمها بتطرقع، وخصوصا عند الناس اللي عندهم ليونة في المفاصل، وده علاجهم بيبقى ممارسة رياضة وتقوية عضلات الجسم عموما. وهنشوف في نهاية الفيديو ده تمارين لتقوية عضلات الرقبة وتحسين القوام. يبقى كده اول سبب هو الغازات او فقاعات الهواء اللي بتتكون داخل المفصل. تاني سبب هو ان الرقبة بتاعتنا فيها اوتار واربطة كتير، فالاوتار او الاربطة دي لو احتكت بالعظم هتعمل صوت، وده عامل زي ما تجيب استك او حبل وتحركه بالشكل ده، الصوت ده هو زي صوت الطرقعة كده. ده برضو اللي بيحصل في الفقرات بتاعت الرقبة، اما يكون عندك فيه اربطة او اوتار بتحتك بالعظم فبيحصل نفس الصوت ده. تالت سبب معانا برضو لصوت الطقطقة او التزييق بتاع الرقبة هو خشونة الفقرات، وده بيحصل في السن الكبير نتيجة حدوث تشققات وخشونة في الغضاريف بتاعت الرقبة. فخشونة المفاصل دي مع الحركة بتاعت الفقرات هتسمع صوت تزييق او خرفشة في الفقرات، واللي هيساعد اكتر على زيادة التزييق او الخرفشة اللي موجودة في الرقبة دي هو المصل سبازم، او لو انت عندك عضلات شدة في رقبتك. العضلات اللي بتبقى شدة دي بتضغط على الفقرات اكتر فبتزيد التزييق او الطقطقة اكتر. فمهم جدا نعمل علاج طبيعي لخشونة الرقبة دي، ونحاول نعمل مساج على العضلات اللي شدة دي عشان الاسبازم او الشد دون يفك، فبالتالي الحمل على الفقرات او الضغط اللي عاملاه العضلات اللي شدة دي على الفقرات يقل، وبالتالي صوت التزييق او الخرفشة دون يقل. وده عن طريق ان احنا نعمل مساج للعضلات الشدة اللي موجودة في الرقبة، ونعمل تمارين تحسين قوام وتمارين تقوية لعضلات الرقبة، ودي هنتكلم عليها بعد شوية. فطقطقة او تزييق الرقبة بتحصل نتيجة اي سبب من الاسباب دي، او ممكن كذا سبب مع بعض. والطقطقة دي ممكن تكون طقطقة عندك بوجع او طقطقة من غير وجع. الطقطقة اللي من غير وجع دي مفيش فيها اي خطورة، لكن الطقطقة اللي بوجع دي هي دي المشكلة، لان الطقطقة بوجع دي معناها ان في حاجة غلط بتحصل في المفصل. فلو انت عندك طقطقة بوجع يبقى لازم تتابع مع دكتور وتكشف عشان تعرف سبب الطقطقة دي ايه بالظبط، وبعد كده تعمل علاج طبيعي. ولكن لو الطقطقة عندك عادية ومفيش فيها اي وجع، يبقى الموضوع مفيش فيه اي خطورة ولا حاجة. هتعمل بس تمارين لتعديل القوام وتمارين لتحسين البوتشر او وضع الرقبة، وتحاول تحسن الوضع بتاعك اثناء الجلوس سواء قاعد على المكتب او ماسك الموبايل، وحاول قدر الامكان يبقى الكرسي داخل في المكتب خالص، بحيث يبقى المكتب هنا كده فظهرك يبقى مفرود وانت ماسك الموبايل. ما ينفعش تمسك الموبايل وتوطي كده، لازم يبقى الموبايل ماسكه بالطريقة دي ورافع راسك بالشكل ده. وهنتكلم بقى دلوقتي عن تمارين لتقوية عضلات الرقبة وتمارين لتحسين القوام، وهنبدأ التمارين دي من الاول او من البداية خالص، ونبدأ نزود او نصعب التمرين واحدة واحدة. اول تمرين وانت نايم على ظهرك، هتاخد دقنك عليك بالشكل ده وتحافظ على دقنك بالشكل ده كده حوالي 5 ثواني، وتريح 3 ثواني. هتعمل كده 10 مرات. التمرين اللي بعد كده هتاخد برضو دقنك عليك وترفع ايدك لحد فوق وتنزل، هتعمل كده 10 مرات، ده كله وانت محافظ على دقنك. الجراديويشن اللي بعد كده هتعمل برضو نفس التمرين، بس هتخلي دراعك في وضع الكروس بالشكل ده وتطلع لفوق وتنزل 10 مرات، ده كله برضو وانت واخد دقنك عليك.
لو اتقنت التمارين دي كويس ومفيش فيها اي صعوبة ودقنك مش بتفك غصب عنك وانت بتعمل التمارين دي، يبقى هتخش في المرحلة التانية هتعمل برضو نفس التمارين دي بس وانت واقف وظهرك للحيطة، هتاخد برضو دقنك عليك بالشكل ده وتثبت 5 ثواني وتريح 3 ثواني، هتعمل كده 10 مرات. بعد كده هنعمل الجراديويشن بتاعته، هتاخد برضو دقنك عليك وترفع دراعك لحد فوق لحد مثلا 90 درجة الاول، هتعمل كده 10 مرات. والجراديويشن اللي بعد كده هترفع دراعك بعد 90 درجة، المهم وانت بتحرك دراعك تبقى محافظ على دقنك واخدها عليك كويس. وانت بتاخد دقنك عليك ما ترفعش راسك لفوق او تنزل راسك لتحت بالشكل ده، تاخد دقنك عليك بس بالشكل ده، ولا ترفع راسك لفوق ولا تكون منزل راسك لتحت. ده كده جزء من التمارين عشان نقوي عضلات موجودة هنا اسمها الديب فليكسور. هنعمل بقى تمارين دلوقتي عشان نقوي العضلات اللي موجودة ورا اللي اسمها اللونج اكستنسور. هتنام على وشك بالشكل ده وتاخد دقنك عليك من غير ما تحمل براسك على السرير، وتثبت على الوضع ده حوالي 5 ثواني وتريح 3 ثواني، هتعمل كده حوالي 10 مرات مجموعتين. لو اتقنت التمرين ده كويس هتدخل على الجراديويشن اللي بعده، هتاخد برضو دقنك عليك بالشكل ده وترفع كتافك لورا او لفوق بالشكل ده كده، وتنزل وتطلع 10 مرات وانت محافظ على دقنك واخدها عليك كويس. لو اتقنت التمرين ده كويس من غير ما دقنك تفك غصب عنك وانت بتعمل التمرين، هتدخل على التمرين اللي بعده وانت برضو نايم على وشك واخد دقنك عليك، هترفع دراعك بالجنب بالشكل ده لحد 90 درجة، او ممكن بعد 90 درجة على حسب سهولة التمرين بالنسبة لك، هتعمل كده حوالي 10 مرات. وبعد كده هنعمل تمارين تقوية للعضلات اللي موجودة بين لوحين الكتف عشان نحسن القوام بتاع أعلى الظهر. هنعمل التمرين بالشكل ده، لو الطقطقة اللي عندك من غير وجع يبقى الموضوع ما فيش فيه اي خطورة خالص، هتعمل بس تمارين التقوية لعضلات الرقبة وتمارين تحسين القوام وتعدل من الوضع بتاعك اثناء الجلوس، هتلاقي الموضوع معاك اتحسن ان شاء الله. لكن لو الطقطقة اللي معاك دي فيها وجع، يبقى لازم تتابع مع دكتور عشان يشخصك صح ونعرف سبب الطقطقة ايه بالظبط عشان نبدأ نعالجها، سواء بالعلاج الدوائي او العلاج الطبيعي. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، اشوفكم ان شاء الله في موضوع جديد. ما تنسوش اللايك للفيديو، ولو لسه حد ما اشتركش في القناة ما ينساش يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل حاجة بننزلها. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.